اسمها رجع نهارت بيتك لك وين كنت مختفي الحمد لله على سلامتك سلم على امك رنا مالك هذا نسيم رجع ليش بتطلع علي هيك كأنك بتشوفني لأول مرة إنه هي أول مرة بشوفك سمعنا إنه رجع نصح من بعد ما تحرر ابني مثل الذهب أصح واحد بالخليل كلها أنا كتير خايفة على نسيم رجع شخص غريب ربيتك زي بنتي فمعنات بنتي ونسيم مثل الإخوة هذا حرام عنا بالإسلام مش متذكرني أنا سامر عمرك سمعت عن سجن إيلات؟ يمكن ما كان مسجون بالأصل لكن وين كان بالعشر سنين الماضيين؟ أنت بتعرف يا سامي شو بيصير للعمل؟ أبو إسماعيل! أبو إسماعيل! نسيم اللي أنا بعرفه من وإحنا صغار ولا يمكن يعمل هيك هاي مكانك! ارجع لورا! ارجع لورا! هذا البيت لازم نستولوا عليه شيء بعيدين ومختلف بعد شو بتعملوا يا عربي مشكلة